احنا موجودين حيت بغينا المغاربة التنمية الشاملة، بغينا المغاربة يرتاحوا على مستقبلهم ومستقبل وليداتهم. المهم عندنا هي التنمية ولا شيء من غير التنمية، المهم عندنا هي الأسرة، الأسرة المغربية ومستقبلها. وهذه وقتكم وحنا معكم وخدموا بلادكم، وغادي تلقاونا بجنبكم. هذه مرحلة جديدة إن شاء الله، نبغي نشجعكم باش تكونوا موجودين مع المواطنين. وأنا جد فرحان بأنه دزنا واحد هذه المرحلة ديال ما يسمى بالبيلون، كانت هذا شهر تقريبا حقيقة، خلقنا ضباء ونقاش كبير في داخل البلاد وعلى المستوى العالمي. ما عمرنا ما يعني كان بعض رؤساء الحكومة كيجيو كيخطبوا ساعتين وصافي، ولوندوما ما كيبقى لا أثر. دابا كيديروا ما قبل وما بعد وبين النقاش موجود. وهذا حزب ديمقراطي، بغينا الديمقراطية تحط. وباش نقول لكم بأنه يعني النتائج لهذا العمل اللي قامت بها الحكومة راها جد إيجابية بالنسبة للمواطنين، كونوا متاحين، جد جد إيجابية. إما يعني تشويش ولا هذا شيء عادي في السياسة، لاحظنا بأنه بكل صراحة يعني في بعض الأحزاب ديال المعارضة تلموا هذا الشيء كان قوي وعطى نتائج، أنه خلق ارتباك كبير عند بعض الأحزاب ديال المعارضة، كاين ارتباك وحنا كنتفرجوا. ولكن هذا لا يعنينا أنه الحمد لله الطريق ديالنا راه مسرحة والمسار ديالنا غادي نمشيو فيه، وغادي نكملوا البناء ديال المغرب كما بغى سيدنا الله يصهو، وغادي نتعاونوا مع المغاربة، وداك الشيء اللي في جهدنا غادي نديروه ما غاديش نقصوا. شكرا لكم. ما تنساوش تابوناو في لاشين وتاكتيفيو الجرس باش يوصلكم جديد فيديوهات بيل بريس، وتبارطاجيو مع صحابكم.